نحوه الألباني وأهل اليمن هم أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا قدموا إلى الحج. عن إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: صدرت مع ابن عمر يوم الصدر فمرت بنا رفقة يمانية ورحالهم الأدم يعني الجلد وخطم إبلهم الجرر، فقال عبد الله بن عمر: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ قدموا في حجة الوداع فلينظر إلى هذه الرفقة. أخرجه أحمد وصححه الألباني. يا أيها اليمن السعيد تحية يشدو بها التاريخ من ماضي الزمن، يا أرض بلقيس الكفاح وتبع، يا ربع حميرة، يا قبائل ذي يزن، يا سادة